اختتمت أعمال النسخة التاسعة من المؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية، والذي عقد تحت عنوان تمكين مجتمع البيانات بمشاركة وفود من أكثر من 100 دولة. هذا وقد تم عقد عدد من الورش لبناء قدرات العاملين في مجال إدارة البيانات الإحصائية لكل من مستوى المبتدئين والمستوى المتقدم. وأكد المؤتمر الحاجة الملحة لاستخدام أدوات نظام تبادل المعلومات وأطلاق المزيد من المبادرات لبناء القدرات في هذا المجال، فضلا عن تمكين المؤسسات من شتى المستويات من الاستفادة من إمكانيات النظام وتسخيرها بفعالية. إلى جانب ذلك، ناقش المؤتمر أهمية التركيز على الابتكار المستمر في أساليب نشر البيانات المستقاة من نظام البيانات وسبل العرض المرئي الخاصة بها، وهو ما يسهم في تيسير وصول الأطراف المعنية للبيانات ويعزز القدرة على استيعابها وتوظيفها بشكل أفضل. اليوم بمشاركتي في المؤتمر الدولي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية SDMX اللي عقد هالسنة في مملكة البحرين باستضافة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، المؤتمر دولي ومشاركة من خبراء من عدة دول، وحضرنا ورشات أيضا لتنمية القدرات لمستوى الخبراء، وساعدنا بالتعرف على خبراء من جميع دول العالم. المؤتمر أقيم على 5 أيام، واليوم اليوم الأخير، وفي كل يوم قاعدين نستفيد أكثر وقاعدين نحصل فرص أن نتواصل مع خبراء من مختلف دول العالم. عن المؤتمر أضاف قيمة إيجابية قيمة لي كوني أشتغل في قسم الإحصاء والعلاقات العامة تابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، خصوصا في الورش التدريبية اللي كانت يوم الأربعاء والخميس. وأحب أشكر القائمين على هاي المؤتمر، وأتمنى أن يتم استضافته مرة أخرى أيضا في مملكة البحرين.